في إطار الجهود المبذولة لمواجهة تفشي انتشار كوفيد-19، واصلت اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء حملاتها التفتيشية والمستمرة الرامية إلى تنظيم سوق العمل وضبط العمالة المخالفة لقانوني العمل والإقامة، وذلك في مخازن الشويخ. وضمت الحملات التفتيشية للجنة المشتركة كل من مفتشي وزارة التجارة وبلد مخالفات اليوم، طبعا مخالفات اللي هي العمالة اللي قاعد تشتغل بمكان غير عملها المحدد، منهم طبعا الخدم والعمال اللي غير نطاق العمل اللي هم قاعد يعملون فيه. مثل ما انت شايفين هنا في العمالة اللي قاعد تنزل بضاعة او قاعد تنزل شيء، يعيبونها من اماكن يعني غير مختصة بالمكان هذا.